أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن، ليست قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، لا تجاوز صلاتهم تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لو يعلم الجيش الذي يصيبون ما قضى لهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم لاتكلوا على العمل. وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد ليست له ذراع، على رأس عضده مثل حلمة الثدي، عليه شعرات بيض. أيها الناس، أفتذهبون إلى معاوية وأهل الشام لتقاتلوهم، وتتركون من خرج إلى النهروان يخلفونكم في ذراريكم وأموالكم بالسوء؟ والله إني لأرجو أن يكون هؤلاء القوم هم من عناهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما حدثتكم به، فإنهم قد سفكوا الدم الحرام وأغاروا في سرح الناس، فسيروا على اسم الله لردع هؤلاء الخوارج. يا أمير المؤمنين، إن سرت في هذا الوقت خشيت أن لا تظهر بمرادك. كيف عرفت؟ هذا حديث النجوم وليس حديثي. أتزعم أنك تهدي إلى الساعة التي من سار فيها صرف عنه السوء، وتخوف من الساعة التي من سار فيها حاق به الضر؟ أقول ما تقوله النجوم. كذبت، فمن صدق بهذا فقد كذب القرآن واستغنى عن الاستعانة بالله في نيل المحبوب ودفع المكروه، وأنت تبتغي في قولك هذا أن نوليك الحمد دون ربنا، إنك تزعم أنك ستهدينا إلى الساعة التي ننال فيها النفع ونأمن الضر. إياكم وتعلم النجوم إلا ما يهتدى به في بر أو بحر، فإنها تدعو إلى الكهانة، والمنجم كالكاهن، والكاهن كالساحر، والساحر كالكافر، والكافر في النار. يا أمير المؤمنين، قد أعذرت، أرسلت إليهم الحارث بن مرة العبدي رسولا فقتلوه، نصحهم قيس بن عبادة ووعظهم فأهملوه، أنذرتهم أنا فما ارتدعوا، حذرتهم وأنبتهم أنت فصموا أذانهم، فماذا ننتظر؟ قلت حقا، أمرت بقتال المارقين وهؤلاء مارقون، مع ذلك سأمنحهم فرصة أخرى. خذ رأي الأماني هذه يا أبا، انصبها هناك ونادي بالناس، من جاء إلى هذه الراية فهو آمن، ومن انصرف إلى الكوفة والمدائن فهو آمن، إنه لا حاجة لنا فيكم إلا في من قتل إخواننا. يا ابن عباس، بلغ الجند أن يكفوا عنهم حتى يبدأوكم بالقتال. الناس، من جاء إلى هذه الراية فهو آمن، ومن انصرف إلى الكوفة والمدائن فهو آمن، إنه لا حاجة لنا فيكم إلا من قتل إخواننا. كلنا قتلناهم، لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله. رحم الله شهداءنا في النهروان، كانوا عبدة أتقياء يصلون الليل بالنهار، بطيئة عن الشر أرجلهم، كليلة عن الفحشاء أعينهم. قتلوا ظلما يا ابن ملجم، لا خير في العيش بعدهم، كانوا لا يخافون في الله لومة لائم، فلما لا نكون مثلهم؟ لما لا نكون مثلهم؟ قل يا بركة بن عبد الله،
خذ يا عمرو بن بكر. كيف نكون مثلهم؟ ماذا علينا أن نفعل؟ القتل استشرى والحروب لا تتوقف. أرى أنها لن تتوقف طالما علي ومعاوية وعمر بن العاص على قيد الحياة. أوضح ما تريد قوله. إن قتلنا عليا ومعاوية وعمر بن العاص انتقمنا لشهدائنا ولكل قتل المسلمين. إن وافقتماني أنا أكفيكم علي بن أبي طالب. إن قتلناهم تباعا قد يستغل واحد منهم الظرف ويثب إلى الخلافة. لذا أرى أن نقتلهم معا، وليكن ذلك ليلة 17 من رمضان. أنا تعاهد على ذلك. نعم نتعاهد. نعم نتعاهد. أنا أكفيكم ابن العاص. وأنا أكفيكم معاوية. لا ينكس منا رجل عن صاحبه الذي سيتوجه إليه حتى يقتله أو يهلك دونه. نعاهد. منذ قتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان وأنت معتكف هنا والحزن لا يفارقك، ما بالك؟ سألت الجميع أن يدعوني في عزلتي وأن لا ينقلوا إلي أخبارا تدمي القلب، ولكنني لم أستفد. فأخبار الحروب والويلات ترد إلي تبعا. لماذا أخبرك أبو هريرة أيضا؟ قتل أهل النهروان، حارب أمير المؤمنين الحروريين وقتل. أتجده أخطأ في ذلك؟ لا، لو كنت مكانه لما فعلت غير ذلك. لكني أسى على قوم قراء للقرآن، أخطأوا وعصوا وهم يظنون أنهم يحسنون صنع. أكفروا؟ لا، هم قوم زاغوا باستحلالهم دماء المسلمين فأزاغ الله قلوبهم. إنها قطام ابنة الشجنة، قتل والدها وأخوها في النهروان. ألديها زوج؟ لا، لا زوج لديها. لا أتزوجك حتى تشفي لي غريبي. ما يشفي؟ آلاف وعبد وقينة و... وماذا؟ قتل علي بن أبي طالب. ماذا؟ هذا ما يشفيني، ألا ترغب في ذلك؟ إن قتلت عليا قتلوني، وما أراك تريدينني زوجا لك، بل قاتلا أشفي غليلك ثم تتخلصين مني. حاول أن تلتمس منه برة، فإن قتلته هرب هنئت بالعيش معي، وإن قتلت فما عند الله خير من الدنيا. فكر فيما قلته لك واحسن أمرك. والله ما جاء بي إلى هذا المصر إلا قتل علي، فلك ما طلبت. حسنا، سأعينك بمن يسند ظهرك ويساعدك في أمرك. من؟ وردان. أيها الناس،
الصلاة الصلاة. الحكم لله يا علي، لا لك ولا لأصحابك. ما بك أيها الأمير؟ أحضر الطبيب إلي حالا وأبلغ خارجه أن يخرج للناس يصلي بهم، فأنا غير قادر على الخروج. الله أكبر. علي برجل. انتقاما لإخواننا الذين قتلتهم في النهروان، ولقد شحذت سيفي وسممته وسألت الله أن أقتلك به. لا أراك إلا مقتولا به، ولا أراك إلا من شر خلقه. لا تؤذوه، أطعموه واسقوه وأحسنوا إساره. النفس بالنفس، إن أنا مت فاقتلوه كما قتلني، وإن بقيت رأيت رأي فيه. يا بني عبد المطلب، لا ألفينكم تخوضون دماء المسلمين. تقولون قتل أمير المؤمنين، قتل أمير المؤمنين، ألا لا تقتلوا النبي إلا قاتلي. انظر حسن، إن مت من ضربته هذا فاضربه ضربة بضربة، ولا تمثل بالرجل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن المثلة. وصل الطبيب أثير بن عمرو السكوني. ائتوني برئة شاة ذبحت لتوها. السلام عليك أيها الأمير. وعليكم السلام. ما هذا؟ هذا الرجل قتل خارجة بن حذافة. من؟ إنه الأمير عمرو بن العاص. من قتلت إذن؟ قتلت قائد الشرط. لا حول ولا قوة إلا بالله، أردتها عمرا وأرادها الله خارجة. أردت عمرا وأراد الله غيره. خذوه اقتلوه قصاصا بخارجة بن حذافة. يا أمير المؤمنين، يا أحد عهدك فإنك ميت. لا إله إلا الله. يا أمير المؤمنين، إن فقدناك واسأل الله أن لا يدم ذلك، أنبايع الحسن؟ ما آمركم ولا أنهاكم، أنتم أبصر، لكني أترككم، فإن يريد الله بكم خيرا يجمعكم على خيركم.
جمعنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على خيرنا. حسين، وصيتي لكما ألا تشركا بالله شيئا، ومحمدا صلى الله عليه وسلم فلا تضيعا سنته. أوصيكما بتقوى الله وألا تبغيا الدنيا، وإن بغتكما ولا تأسفا على شيء منها زوي عنكما، وقولا بالحق واعملا للأجر وارحما اليتيم وأغيثا الملهوف واصفيا للآخرة وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. والله الله في جيرانكم، فإنهم وصية نبيكم حتى ظننا أنه سيورثهم. والله الله في القرآن، لا يسبقكم بالعمل فيه غيركم. يا محمد، يا بني، هل حفظت ما أوصيت به أخويك؟ نعم يا أبي. فأني أوصيك بمثله، وأوصيك بتوقير أخويك لعظيم حقهما عليك، فاتبع أمرهما ولا تقطع أمرا دونهما. وأنتما أوصيكما به، فإنه ابن أبيكما، وقد علمتما أن